السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعبر على أن باسم المملكة المغربية عن شكري لرئاسة الجمعية والسكرتارية برنامج الأمم المتحدة للبيئة على كل التدابير المتخذة لتنظيم هذا الاجتماع بالرغم من الظروف الخاصة التي نعيشها. ويطيب لي كذلك أن أحيي الاختيار الصائب لموضوع تعزيز الإجراءات لفائدة الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كموضوع يؤطر أشغال هذه الدورة. إن هدفنا اليوم هو تعزيز العمل من أجل حماية واستصلاح البيئة والمساهمة في إعادة البناء بطريقة أفضل، تقوية الصمود أمام الأزمات المستقبلية، ووضع كوكبنا على مسار الاستدامة. لقد انخرط المغرب منذ أكثر من عقدين من الزمن بشكل كامل تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الجهود الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتجسد هذا الالتزام من خلال الانضمام إلى معظم الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وتفعيلها في القانون الوطني، كما تم تكريس الحق في البيئة في الدستور ووضع حكامة للتنمية المستدامة وتحقيق تقدم ملموس في مجال دمج الاستدامة في السياسات القطاعية بفضل استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد أخضر دامج في أفق 2030. وتم تحديد أهداف جد طموحة سواء فيما يخص الطاقات المتجددة، أكثر من 52% من الطاقة الكهربائية المثبتة قبل 2030، أو فيما يخص تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، الرفع من سقف تقليص هذه الانبعاثات إلى 45.5% في المساهمة المحددة وطنياً في أفق 2030.